يا أستاذ يا أستاذ، هي الساعة كام معاك دلوقتي؟ الساعة يا فندم دلوقتي 95 درجة. 95 درجة؟ ازاي 95 درجة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة دروس الرياضيات، مساء الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا لما تيجي تسأل واحد وتقول له الساعة كام ويطلع مدرس الرياضيات ما تستغربش لو قال لك الساعة 95 درجة. ليه؟ ركز معايا واحدة واحدة واحدة. بكل بساطة النهاردة هنتعلم ايه؟ هنتعلم ازاي نقدر نحسب الزاوية بين عقربي ساعة. عندي ساعة دلوقتي وعايز اشوف الزاوية بين العقربين كام درجة بالظبط. بكل بساطة هنستخدم القانون الجميل الرائع جدا جدا ده. يعني نفترض على سبيل المثال لو معايا دلوقتي الساعة 5:10 دقائق، ازاي اقدر اجيب الزاوية بين عقربي الساعة اشوفها كام درجة بالظبط؟ يلا بينا يلا بينا. قال بكل بساطة يا سيدي، لو عايز الزاوية القيمة المطلقة لعدد الساعات في 30 ناقص عدد الدقائق في 11 على 2، مش فاهم؟ يلا بينا واحدة واحدة مع بعض. لو قلت لك الساعة دلوقتي 5:10 هتعمل ايه؟ هتيجي هتقول لي الزاوية بتساوي، انا عايز اجيب الزاوية، يبقى الزاوية بين العقربين تساوي، هتعمل قيمة مطلقة بكل بساطة. عدد الساعات هنا الساعة كم؟ الساعة 5، يبقى 5 في كم؟ في 30 ناقص عدد الدقائق 10 مضروبة في كم؟ في 11 على 2. هتعمل ايه؟ هتختصر اختصار طبيعي على 2، فيها الواحد على 2 فيها الخمسة. دلوقتي هتضرب الناتج، بيكون 5 في 30 الناتج بكل بساطة 150. هتقول 150 ناقص 5 طبعا في 11 الناتج 55. بعد كده هتطرح عادي مفيش اي مشاكل، هتقول 150 ناقص 55 هيدي لك جوه القيمة المطلقة هيدي لك الناتج 95. اذا الزاوية بين عقربي الساعة عند الساعة 5:10 هي 95 درجة. يبقى ما تستغربش لما تقول له معلم الرياضيات الساعة كام، يقول لك 95 درجة. اشوفكم على خير في تحدي جديد في الرياضيات، انا وليد يسري، بس لو ما تتابع قناة دروس الرياضيات ناس الله ما تنساش تعمل طبعا اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.